النهاردة المطرب الكبير صاحب الصوت الذهبي اللي مهما كبر في السن صوته لسه شباب، الأستاذ مدحت صالح بيحتفل النهاردة بعيد ميلاده، وإحنا كمان بنحتفل معاه بهذا التقرير. كل سنة وهو بألف خير، ويفضل دايما يمتعنا بصوته وأغانيه اللي عايشة معانا وهتعيش كمان لسنين طويلة قدام، خاصة طبعا الأغاني الدرامية اللي بيرتبط بيها الجمهور بشكل كبير جدا، زي أغنية النور مكانه في القلوب في فيلم أمير الظلام. ده غير أنه مدحت صالح كمان واحد من المطربين اللي نجحوا بشكل كبير جدا في التمثيل، سواء في المسرح أو حتى في السينما وكمان الدراما التلفزيونية. يا حر زي الطير شاور حقول حاضر للحب قلبي أسير. يحتفل اليوم المطرب الكبير صاحب الصوت الذهبي مدحت صالح بعيد ميلاده الذي يصادف يوم 2 نوفمبر، حيث ولد بحي رود الفرج بالقاهرة عام 1960. بدأ مدحت صالح مشواره الفني في سن الطفولة عندما تم تقديمه لأبلة فضيلة ليغني في برنامجها، وكان اسمه الحقيقي محمد، وأطلق عليه الملحن الكبير حلمي بكر اسم مدحت نظراً لوجود عدد من الفنانين باسم محمد في هذا التوقيت. تخرج مدحت صالح من جامعة الأزهر وتفرغ بعدها للغناء، وسجل أول أغانيه بعنوان أكيد، وفي نفس الفترة غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية أغنية يا جريد النخل العالي، ونال بعدها شهرة واسعة وأصبح من نجوم الصف الأول. ربك يا زماني يا أواني يا مكاني، أنا عايز أعيش في كوكب تاني، في عالم تاني فيه لسه أماني، فيه الإنسان لسه إنسان، فيه الإنسان لسه إنسان. يمتد المشوار الفني للفنان مدحت صالح لأكثر من 30 عاماً، أصدر خلالها عدداً من الألبومات الغنائية من أبرزها أنت اللي فيهم وغنى ورؤية جميل سلمت قلبي وكوكب تاني وبكتب باسمك، بالإضافة إلى غيرها من الألبومات. دخل مدحت صالح مجال التمثيل بالتلفزيون والسينما والمسرح، ومن أبرز أعماله مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة ومسلسل أبو العروسة. يوم بعد يوم نلاقيها قدامنا، صابرين قوي وراضين ماشيين ومش خايفين. شارك أيضا في أدوار مسرحية من أبرزها مسرحية حزمني مع فيفي عبده ومحمد هنيدي. تألق في الغناء الدرامي واستعان به عدد كبير من المخرجين ليغني تترات مسلسلاتهم وبعض أغاني أفلامهم، منها أفلام شورت وفانيلا وكاب وحرب أطاليا وأمير الظلام ومافيا. النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة وسط الدروب. يمكن كنا لسه بنتفرج على لقاء للفنان الكبير مدحت صالح، هو بيتكلم عن انه اول مره طلع على المسرح وغنى كانت في حفله اذاعيه كانت مع الفنانه القديره نجاة الصغير، وكمان كان بيتكلم عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وفضله عليه في مسيرته. مدحت صالح من الأصوات اللي ما شاء الله عايشة مع أجيال كتير متتالية، حفلته الأخيرة في مهرجان الموسيقى العربية كان فيها تفاعل كبير جدا مع الأغاني اللي قدمها، حتى الأغاني اللي يعني عدى عليها زمن لكن الناس لسه حافظاها ولسه متعايشة معاها زي أغنية كوكب تاني زي ما شوفنا في التقرير. صحيح، دايما أقول إن الغنى عبارة عن روح، يعني روح الإنسان بتظهر دايما في أي عمل هو بيعمله، ولما نتكلم دلوقتي عن الغنى وعن مدحت صالح فدايما روح الأستاذ مدحت صالح بتظهر في كل أغنية بيأديها، ومش هختزل
طبعا تاريخ الاستاذ مدحت صالح في اغنيه على الحلوه والمره، لكن اسمعوا اغنيه على الحلوه والمره من الاستاذ مدحت صالح، كميه الاحاسيس وكميه التفاعل مع كلمات الاغنيه، فهو الحقيقه يطلق عليه فعلا استاذ هادي. اغانيه وتترات المسلسلات كمان اثرت فينا بشكل كبير، يعني شورت فارينا وكاب وكنا بنسمع الاغنيه، الاغنيه عايشه مع اجيال ومكمله والناس ما بتنساش الاغاني، وهو ده المهم انه الاغاني تفضل عايشه، وانه بنيجي في حفله نبقى عايزين نسمع القديم قبل الجديد كمان، فده اعتقد انه مش اي حد يقدر يوصل للمكانه اللي فيها الاستاذ مدحت صالح.